عادت سفارات لود بين مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة بعد تعطل نشاطها منذ الليلة الماضية بسبب إيقاف بحرين من الجزيرة. عودة الرحلات البحرية للمسافرين تمت بعد ظهر اليوم إثر مفاوضات بين السلطة الجهوية والمحلية والمحتجين في ميناء سيدي يوسف. إلى جزيرة قرقنة انطلقت الرحلة الأولى للود سرسينة من ميناء صفاقس بعد تعطل كلي للحركة في الاتجاهين، لتعود بذلك مظاهر الحركة بألوانها المختلفة. احنا توقسينا لديكي وإن شاء الله سيف نمشي وربي يوصل بالسلم. بالفعل هم في راج كبير راه كيقول تحل الباب وراه الناس كلها تفرح، راه الناس كلها تفرح لأنه بالحق قرقنة هي الشارع الوحيد لصفاقس، راه حتى تفرهيد والناس وين تتفرهد وين ترتاح. اليوم بالثالثة وثلاثين دقيقة تم خرج اللود حبيب عاشور في اتجاه قرقنة، وان شاء الله بعد 30 دقيقه يتلوه لود ثاني ان شاء الله باش على الاقل نتدارك هل عدد الرحلات التي لم تنطلق في الاتجاه في اتجاه قرقنة، وان شاء الله الحمد لله مشكل وان شاء الله انتهى وما عادش ثم حتى اشكاليات اخرى ان شاء الله. امضى الكثير من المواطنين الليله الماضيه في محطه صفاقس وميناء سيدي يوسف بعد تعطل حركه الملاحه بين النقطتين، لتعود من جديد اشكاليه هذا الخط الفاصل بين الجزيره وصفاقس ومعها هاجس البحث عن حلول جذريه. المشكله هذه ديما مكرره، فهمتني اقل حاجه ما تصير في سيدي يوسف يسكروه، فهمتني؟ لا يقراوا الحساب انسان مع تمرير، لا يقراوا حساب انسان مع مشيت معناتها مش يدفنوه غادي كيف، فهمتني؟ عاش مشكلة كبيرة برشا، فهمتني؟ هو اتجاه كان قبل معناتها البابور يراكي في سيسترينا، فهمتني؟ يا خويا عملوا لنا حل في المشكل هذا، فهمتني؟ مش معناتها ماهوش حل هذا راه. برشا معناها قريقنا قاعدين نحبوا نعطيو صورة باهية على قرقنا، خاطر ثم برشا ناس ما تعرفش الجزيرة هذه. حاجة كيما هكا حقيقة ما تشجعش. أنا عندي صديقة كانت جاية اليوم، لكن كي سمعت بالحكاية هذه قالت لي بصراحة معناها ما نجمش، أكيد تأثر. الحلول سهلة ياسر، قنطرة أو حتى خط ثاني إلى سيدي فرج، وعملته للشركة البترولية، عملته البتروفاق. إذا أنت بديت وجربته للبتروفاق علاش ما تعملش خط ثاني؟ يؤكد عبد الباسط المنصري المعتمد الأول في ولاية صفاقس على علوية القانون في قضية البحرين الموقوفين في قرقنة، وعلى أهمية التعويل على عقلاء الجزيرة وأبنائها للحفاظ على السير العادي لحركة الملاحة في الاتجاهين.